المحطات اللافتة في هذا الملتقى أو المنصة في 360 شخصية طريفة للطفل اسمه منقذ، ومعاه طفلة اسمها منقذة. احنا فخورين استطعنا حتى الآن ان ندرب عبر محطات مثل أفنيوز، بوليفارد، البروميناد، سليل، وهذه المحطة الخامسة، انه يتخرج حوالي 2000 شخص جاءوا من كل الجنسيات، من كل الأعمار، من كل الثقافات، يتعلمون في حالة الطوارئ، لو كان في شخص فاقد الوعي كيف يتصرفون، كيف ممكن ينقذونه. وبنفس المنطق استطعنا أنه يكون عندنا ناس يمتلكون الثقة لو صار حادث غصة أو اختناق بجسم غريب في الجسم، الشعب الهوائية، ويصير عندك مشكلة بالتنفس، سواء للرضيع، سواء لليافعين، أو حتى البالغين. هذه قد تبدو على الإذن أنها يعني عادية، لكن واقع الأمر أنها تصنع فرقا في ذهني. أحد اللي استفادوا في الأفنيوز اتصل في رئيس قسم خدمة المجتمع في الإدارة وقال له أنا بس بدي أقول لك أن 7 دقائق أنقذت حياة. قال له شلون؟ كان يقول تذكر يوم أنا جيت وحرصت على أني أتعلم كيف أتعامل مع الغصة؟ كان يقول له إيه. قال له بالضبط هذا اللي حصل في جمعتنا العائلية، واحدة من بناتنا كانت غاصة، لكن لأنني استحضرت بشكل سريع هذه المهارات أنقذتها. فحبيت أقول جزاكم الله خير، بيض الله وجوهكم، وما قصرتم. هذه أنا أقولها أيضا وثني عليها للمنظمين، للرواد، للشباب اللي راحوا ويو، لعل وعسى إن شاء الله أن ينفع فيهم. وإحنا نستهدف بالمناسبة أن 10% من مجتمعنا يكون مسعف أولي، فبالتالي لا نألو جهدا بأشياء منظمة على مستوى هيئات، مدارس، أو في مع التجسير مع الجمهور الكريم في هذا الجيل. فبالتالي عندما نطلق حملة مسعف في كل بيت لها أكثر من ذراع ولها أكثر من طريقة، على هالأساس احنا نتعلم ونعلم هذا الجانب، لأن لو نجحنا في إنقاذ حياة واحدة ينطبق عليها قول المولى عز وجل، أو علينا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أختم بما بدأت فيه، شكر للمنظمين، منطقة إسعاف محافظة مبارك الكبير، أشكر المضيفين لنا إدارة مجمع 360، وقبلهم جميعا نشكر رواد هذه المنصة اللي أتونا من كل جانب بشغف وحب للتعلم، وإن شاء الله الله ينفع فيهم ويرفع قدر ربعنا وقدرهم على حد سواء، ببساطة لأن الكويت تستاهل.